اعذريني يامه، اعذريني. انا كان لازم ادافع عن نفسي من تهمه عمي واقول لك على كل حاجه، بس انا مش عايزك تزعلي. وافتكري دايما ان عمي ظلم ابويا. ابويا كان ضحيته من يوم اللي عمل ابوك واحنا مخبيين على جواز البنات. اللقمه موجوده بس من غير طعم، الضحكه موجوده من غير حس، والايام طعمها زي العلقه. وكنت ساكته وصبر، كنت بقول لنفسي اعمل ايه، اهو نصيب انكتب علي. كنت فاكره ابوك غلط وبياخد جزاءه على عامله عملها. اتاري عملته اكبر وذنبه اكبر وجريمته اكبر. يما اهدي، جريمه ايه بس؟ انا بقول لك على اللي عمله عمي. انا ما يهمنيش اللي عمله عمك طول عمره طريقه غلط. انا اللي يهمني ابوك يوم ما اختار اللي اختاره قتلنا يا عزة، قتل مستقبل ولاده وقتلني انا قبلكم. مش يمكن ما كانش قدامه غير كده ياما، مش ده يخليكي تسامحيه؟ لا يا عزة، كان قدامه كتير، بس هو اللي حب يقصر السكة. كان قدامه رحمة ربنا الواسعة اللي بتساعد البشر كلهم، كان قدامه التعب زي كل الناس ما بتتعب، اللي محوطة عيالها بإيديها وعمرها ما تغلط. كان قدامه كتير يا ابني، بس حب يقصر السكة. وانت يا عزت، يا ريتك يا ابني تفهم كده، إياك تقصر السكة بالغلط يا ابني. هترجعي تقولي لي الأمانة تاني ياما؟ أنا ما بقولش حاجة ومش مصدقة عليك الغلط يا حبيبي، لكن برضه اسمعها مني، إياك تقصر السكة اللي كتبت عليك بالغلط. إياك يا عزة. عزة، ولا كلمة، احنا في الشارع، تعالي ورايا. أنا يا سالم، أنا الأمن يمنعني من دخول الشركة ويوقفني تحت ويقول لي دي أوامر. طب وأنت جاية ليه؟ جاية شغلي. شغلك انتهى بعد ما رفضت تنفيذ قرار النقل. ليه يا سالم؟ خايف لحسنكش في اللعب اللي بتلعبه من ورا صاحب الشركة؟ مدام عزة، أنا مش فاضي، عندي شغل. لما يجي صاحب الشركة بيشتكيني ليه؟ خلاص. شوف يا سالم، أنا قلت لك قبل كده إن مش أنا اللي ترميه، لأني مش سهلة زي ما أنت فاهم، وأعرف آثار كتيرة قوي عن اللي بتعمله هنا. طب وسكت على نفسك ليه؟ بصي بقى يا وزة، أنا ما بتهددش، اللي تقدري تعمليه اعمليه. طبعًا، ما أنت مأمن نفسك على الآخر. أنا لولا إني خايف أظلم الراجل اللي مستأمنك على ماله وسايب لك كل حاجة، أنا ما كنتش سكت. أنا بحذرك، إذا كنا انفصلنا كل واحد راح لحاله يبقى تبعد عن طريقي أحسن، وإلا ده هيبقى خطر عليك أوي. تاريخك كله عارفاه، من ساعة ما كنت بتشتغل سواق في شركة بترول لحد ما جيت هنا واشتغلت تاجر شنطة، وطلعت واحدة واحدة ولعبت من ورا حلمي دي في كل حاجة، الأراضي اللي خدتها واتحادات الملاك السورية والأرصدة اللي برا اللي قد كده والمضاربة على الذهب وسولف البنوك اللي ملهاش عدد، وفوق ده كله تصوير المستندات اللي بيها بتكسب كل القضايا وتاكل حقوق الناس. خلاص قلت كل اللي عندك، اتفضلي بقى، مع السلامة. ماشي يا سالم، بس صدقني مش هعديها لك.
اعتمد على كل عقود البيع. طب وال الاسعار اخبارها ايه؟ زي ما قلت لحضرتك. بس مفيش اقساط ولا اشكال. طبعا يا سالم بيه انا فاهم. انا والله زعلان على كل الحاجات دي. ربنا يعوض عليك ان شاء الله. ايوه حاضر. رجاء. ايوه يا ماما. ايوه ماله يا ماما الحقيقي. حسن خدني انا والعيال وسافر. سافر؟ ايوه ايوه يا عزة حسن سافر. لازم تتصرف، لازم تشوف لك حل. سافر؟ سافر فين؟ سافر بره مصر خالص. راح اشترى عقد عمل وبعت لي مرسال يقول لي انه هيغيب سنه ولا اتنين ولازم اشوف لي حد يصرف عليا لحد ما ينسق نفسه هناك. وده لقى فلوس يشتري عقد العمل اللي بتقولي عليه ده منين؟ إيه؟ فلوس فلوس خدتها من عزت. عزت؟ فلوس ايه دي يا عزت؟ ده مبلغ كده بس وقلت اساعد بيه رجاء. يا ريتك يا اخويا ما كنت ساعدتني، قد احنا كنا عايشين مع بعض على الحلوه والمره. اعمل انا ايه دلوقتي يا ماما؟ دبريني. ومحدش قال لي على الفلوس دي ليه من الاول؟ خبيته عليا ليه؟ خايف اقول لك جبت الفلوس دي منين يا عزت؟ مش ده اللي يهم دلوقتي ياما، المهم ان هي كان عندها مشاكل ومشاكلها دي ما تتحلش الا بالفلوس، ده اللي انا عملته. ودلوقتي استريحت؟ اهي اتحلت بالقوي وجوزها طفش. بس انا كان نيتي خير. خير؟ الخير هيجي منين؟ اللي يجي بالسهل يا ابني بيروح بالسهل. واديك شفت اختك. لا الفلوس نفعتها ولا نفعت عيالها. الو مساء الخير، يا ترى حلم بيه موجود؟ طب ما تعرفيش راح فين يا دادا؟ طب متشكرة. لا لا هكلمه تاني. مع السلامة. ألو؟ أيوه حلمي بيه. الله يسلمك. لا أنا كنت عايزة أحكي لك على اللي سلمى عمله فيا. إزاي الكلام ده؟ لا مش ممكن طبعا. مش ممكن يعمل حاجة زي دي من غير سبب يا عزة. كمان؟ انتوا زعلانين مع بعض ولا ايه؟ لا يا حلمي بيه، سالم اتغير خالص. لا لا دي مش حكاية اتنين متجوزين زعلانين من بعض. الحكاية أكتر من كده بكتير. أنا عايزة أقابل حضرتك عشان أحكي لك على كل حاجة. على كل حال أنا في مشوار صغير كده وهرجع بالليل. بكرة الصبح تجيلي مكتبي وانا هشوف الموضوع ده ايه يا عزة. لا 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 اطمني، كل حاجة هتتصلح بإذن الله. أنا مش عايزة أرجع ولا بكلم حضرتك عشان الموضوع ده، أنا عايزاك تعرف الحقيقة. ده لدرجة إنهم منعوني من دخول الشركة. أنا متأكدة إنه اتجوز دلال دي. طيب حاضر حاضر يا حلمي بيه، بكرة إن شاء الله هكون في المكتب. مع السلامة. ايه اللي بتعمله ده يا سالم؟ تطلقها ماشي، انما تطردها من الشغل وتبيع شقتها؟ لا 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 يا سالم، ده يبقى ظلم. ده لما ارجع اشوف حكايتك ايه.
مين؟ رشدي؟ مين بس عليا؟ أنا حلمي. حلم مين؟ إحنا ما نعرفش حد بالاسم ده. كده برضه عليا. تنسيني بسرعة كده. مصدق إيه يا راجل أنت؟ هو أنا كنت فاكراك أصلاً؟ زي ما أنت بالظبط. ولسانك أعوذ بالله زي ما هو. عايز مننا إيه يا راجل أنت؟ جيت تخبط على بابنا ليه؟ تتعرفي عليا صحيح انتي كبرتي شويه لكن انتي زي ما انتي. امال فين سعديه؟ وانت جاي تسال على سعديه ليه؟ عايز منها ايه يا راجل انت؟ بقول لك ايه؟ تفتكري لو احنا كنا اتجوزنا يعني كان برضه حصل لك اللي حصل لك ده؟ انت عاوز مننا ايه يا راجل انت؟ عاوز ايه بس يا عليا؟ انا جاي انت يا سعديه اما اشوف الراجل ده عاوز مننا ايه. الله جري عليه. ايه المقابله دي؟ وانت عايزني اقابلك ازاي يعني؟ اسم الله. عايزني اجيب لك مزيكة حسب الله عشان تضرب لك تعظيم سلام؟ من فضلك يا عليا، من فضلك، انا عاوز اقعد مع سعديه لوحدنا. لا انا مش هسيبك تقعد معاها لوحدك يا غدار. جري يا سعديه. وانا عملت لها ايه الست دي بس؟ ايه ايه؟ نسيت اللي انت عملته يا ابن سعد منظور؟ انت عايز ايه يا حلو؟ ايه عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ عاوز اطمن عليك وعلى بناتي. تطمن علينا؟ غريبة. سعدية ما تصدقهوش، اوعى تسيبيه مع البنات لوحدهم احسن يخطفوا. ما تخافيش علي، مش هسيبك. خش انت اوضتك بس. واسيبك معاه لوحدك؟ مش هيقدر يعمل حاجة. حلمي خلاص عجز. خش انت بس اوضتك، واذا احتجت لك هبقى نادي عليك. اقعد ورا الباب لازق، احسن يكون معاه سلاح ولا حاجه. اطمني عليك، اطمني. يا وحش. لا حول ولا قوه الا بالله، دي خلاص عليها فوت خالص. لم لسانك يا حلمي. الله جري يا سعديه. الله، ما انتوا كلكم بتقولوا عليها كده. نهايته طلباتك. ماليش طلبات، انا جاي اطمن عليك واشوف بناتي واتغدى معاك. عندك مانع؟ في الف مانع. بس تعرفي يا سعديه، الواحد يمسك الخشب ما شاء الله. زي ما انت جمالك وشبابك زي ما هم. بلاش اللف والدوران بتاعك ده. انت عايز ايه بالظبط؟ ايه غرضك من الزياره دي؟ اب جاي يشوف بناته هيكون غرضه ايه؟ اهلا اهلا بالحبايب، اتفضلوا. ازيك يا عم محمد؟ بخير يا بنت الحمد لله. فينكم؟ معاش من شافكم. الله يخليك يا عم محمد، احنا كنا عايزين نشوف الخاتم ده اصله ايه. هتبيعوه ولا هتاخدوا حاجه مكانه؟ لا ده هديه. هنشوف ثمنه الاول. والله يا بنت خساره، الخاتم ده فيه مصنعيه قد ثمنه. على العموم ده يسوى 3000 جنيه وشوية. ايه ده؟ بس ده احنا كنا فاكرين نجيب اكتر من كده. يا بنتي ما انا قلت لك في مصنعية. اه طب شكرا يا عم محمد، احنا هنفكر ونشوف هنعمل ايه. على كيفك يا بنتي، المحل محلكم. 3000 جنيه؟ انا مش مصدقة نفسي. مش ممكن يكون الراجل ما طمنوش كويس. وانا اللي كنت فاكراه فالصو وفاكره الواد عزت ده جاي يضحك علينا. حاجة غريبة، بقى عزت ده يجيب هدية تمنها 3000 جنيه ويمكن يطلع أصله 4000 كمان، وده قبل الجواز. أمال الشبكة بقى هتبقى بكام؟ الموضوع ده مش داخل دماغي أبدا. الواد عزت ما يعملهاش حتى لو بقى مليونير.
ما تظلميش الراجل، مش يمكن يكون ربنا فتح عليه؟ انت اللي بتقولي الكلام ده. انا بقى هعرف اجيب قرار الواد ده ازاي؟ يا بنت عيب، ده بقى خطيبك. خطيبي؟ امال لابسه ختمه ليه؟ طب يلا يا اختي يلا. ما تقعدي يا سعديه، انت كده بتوتريني. انا حره اقف ولعه كمان هتتدخل في حريتنا في بيتنا؟ مش معقول كده. انا عاوز اتكلم معاكي بهدوء. مفيش بيني وبينك اي كلام، بناتك هيجوا دلوقتي تشوفهم وتتكلي. سعديه انا معاكي يا سعديه، في حاجه؟ يلا روحي خشي اوضتك. آسف جدا، أنا مكنتش متصور إن وجودي هيضايقك بالطريقة دي. حقيقة أنا لو كنت عارف إن أنا هضايقك للدرجة دي ما كنتش جيت. أهلاً يا تمشوا من غير ما تسلموا عليا. ايه ده ده؟ فاكرني هناخدك بالحضن ولا ايه؟ صبح نعمان قاعد لوحده هناك اهو. الظهر الجدع ده ما بيحبش الناس، يمكن عنده مشاكل يا جماعه. طب ما كلنا عندنا مشاكل. وهي المشاكل هتتحل لما الواحد يعزل نفسه كده عن الناس؟ مش كل واحد عنده القدره انه يواجه الناس باللي عنده. انتوا عارفين مشكله صبح ايه؟ انه حساس شويه. شويه بس؟ ده يمكن هو ده اللي عامل فيه كده. هو جاي هناك اهو، لما نديله لاحسن حساسيته تخليه يفتكر ان احنا بنتعامر عليه ولا حاجه. صبحي يا صبحي. يا ترى بقى بتجيبه في سيرة مين؟ في سيرتك طبعا. خير بقى ان شاء الله. ايه يا صبحي؟ انت صدقت ان احنا بنجيب في سيرتك؟ تكونش فاكر نفسك مهم بقى ولا ايه؟ رشا. ايه يا ابني خليك بسيط، خد الامور ببساطة. انا مش عارفة انت ليه بتحب تعقد الحياة كده. رشا ارجوك خلينا اصحاب احسن. طب وعلى ايه؟ شوف امبارح كنت ظريف ازاي وانت بتعتذر لي. طبعا ما انت عايزه كل الناس يبقوا ظرفة علشان في الرايحه والجايه يعتذروا لك. يا ساتر عليك وعلى تفكيرك. هو الاعتذار ده معناه ايه في نظر حضرتك؟ يعني هزيمه ولا عيب ولا عار؟ الاعتذار ملوش الا معنى واحد بس. معناه الواحد ده دليل على قوه الانسان اللي بيعتذر، لانه عنده قدره على نقد الذات وممكن يعدي من اي مشكله بسهوله جدا. بقول لكم ايه، يلا بينا عشان نلحق المحاضرات بتاعتنا. بص بقى، انا مش هسيبك الا لما تبطل العقد بتاعتك دي وتبقى زي بقيه الناس دي كلها. يا عربي حاضر حاضر. ايوه جاي. شوف انا هقول لك حاجه بس اوعى تزعل مني. ازعل ازاي بس؟ انا بعتبرك يا ناصر زي اخويا، امال انا كنت بحكي لك الكلام ده كله ليه؟ المهم انا شايف اللي بيحصل بينك وبين بنت حلمي منظور ده شيء طبيعي جدا. طبيعي بالنسبه لتركيبتك ونظرتك ليها ولابوها ولعيلتها كلها. طبيعي جدا ان لو ما حصلش بالشكل ده يبقى اكيد في حاجه مش مظبوطه في الموضوع كله. بقول لك ايه؟ انت ممكن تتجوز بنت زي رشا دي؟ لا طبعا. طيب على مهلك مستعجل قوي كده ليه؟ وليه لا طبعا؟ بقى بعد الكلام اللي انا قلته لك ده والضيق اللي انا ما تقولش بس ضيق، ده رد فعل عادي جدا. اسمع يا صبحي، انت معجب بالبنت دي ومش عايزين لف ولا دوران. يعني ايه؟ معجب بيها كده من غير ما اعرف؟ انت جواك عارف ومتاكد ان مشاعرك كلها مياله ليها، بس اللي ظاهر هو اللي بيخدعك زي ما بيخدع ناس كتير. وهي نفسها برضه عندها نفس المشاعر اللي عندك، لأن قدامها شاب غير كل الشباب. يا ابني دي مشاعر جميلة جدا،
ما تسيبهاش تفلت من ايدك كده لحسن تندم بعدين. وافرض يعني ان احنا جوانا المشاعر دي. ما افرضش، دي حقيقه ومعطيات وبراهين. المطلوب منك دلوقتي بقى تثبت ده بموقف عملي. اثبت انت عارف تتكلم في محكمه هنا؟ تصدق انت احسن حاجه عملتها انك سبت محاماه. يا ابني قضيتك دي سهله قوي، بتحصل بالشكل ده دايما، والقاضي في الاخر بيدي اعدام. ايوه، والمطلوب مني ان انا اثبت نظريتك. هتثبتها وبكره افكرك. بقول لك ايه، انا مش فاضي الكلام الفاضي ده، انا رايح اذاكر. ما تكبرش بس يا صبحي، مش هتعرف تذاكر لانك هتلاقي صورتها جوه الكتاب. وانت ايش عرفك؟ قلبي. بقالك 20 سنه ما جيتليناش ولا سالت علينا، جاي منتظر مننا ايه؟ في النهايه انا ابوكم. ابونا؟ أنهي أب ده اللي يسيب بناته من غير ما يسأل عليهم حتى بكلمة؟ أنا حاولت كتير إن أنا أبقى معاك، لكن أعمل إيه؟ الظروف كانت أقوى مني. ظروف؟ ظروف إيه يا حلمي بيه؟ ظروف إيه دي اللي تخليك تسيب بيتك وولادك؟ أمال، أنت وإخواتك سمعتوا من طرف واحد بس، بعد كده بنيتوا وجهة نظركم من غير ما نسمع لحد. لو حضرتك سألت أي حد على اللي أنت عملته، شوف هيقولك إيه. على العموم أنا مش مستغرب من القسوة اللي أنتوا فيها دي. طول عمر عيلة عبده حجاب فيها الغلظة والجبروت ده. يا ريتك قسيت علينا، اقسى بس وأنت جنبنا. يعني مفيش فايدة؟ فايدة إيه يا حلمي بيه؟ الفوايد دي هناك مش هنا. يعني هتستريحوا دلوقتي لما امشي وما تشوفوش وشي تاني؟ رد عليا يا امال. عايز تمشي امشي، انت ممكن تمشي من غير ما حد يقولك امشي، ما انت طول عمرك ماشي. بس انا المره دي عاوز اسمع كلمه امشي. انت جاي عايز ايه؟ ايه ده، من ساعه ما جيت وانا بسمع السؤال ده يجي 20 مره. 20 سنه كل سنه بسؤال. ياه، الظاهر ان النكته بتاعتي عجبت حضرتك قوي. دمك خفيف قوي. اسمعي يا امال، انا عاوز اقعد واتكلم معاكم. انا مش هكلم حد. اتفضلي بقى قولي له يمشي من غير ما ترد. عيب يا هند، ما يصحش كده. ياه، انت اللي بتقولي الكلام ده؟ ايوه، لانه مهما كان ابونا. ابونا، ما شفتيش امال قالت له ايه؟ مش هي دي اللي قلتي هتجري عليه وتصالحه عشان خاطر مصلحتها؟ انا ما اعرفش قلت له الكلام ده ازاي. حرام يا هند، حتى لو كان حقيقي الكلام اللي ماما قالته مش من حقنا بعد كل اللي عملوا فينا السنين اللي فاتت دي، وبتقولي مش من حقنا؟ ايوه. على فكره انت هتجننيني. انا مش عارفك البر بالوالدين. البر بالوالدين زي ما اهالينا ليهم حقوق علينا، احنا كمان لينا حقوق عليهم. ياه، انتوا فاكرين ابونا سابنا امتى؟ كنا كلنا صغيرين وكلنا كنا محتاجين له، فجأة بصينا ما لقيناهوش حوالينا. فجأة بصينا لقيناه بيعمل أسرة تانية. أمنا هي كانت أمنا وأبونا وكل حاجة في حياتنا، وقفت معانا لحد ما كلنا اتخرجنا، وبعد كده بتقولي حقوقه؟ فين حقوقه دي بقى ان شاء الله؟ اللي امر بيها ربنا. واشمعنى هو ما عملش اللي امره بيه ربنا؟ لان هو ابونا واحنا مش من حقنا نحاسبه، وبعدين احنا مش ممكن نكون بالقسوه دي. بس بقى كفايه، ما احنا عرفنا القسوه دي منه ومنها. خلاص بقى يهند، خلاص بقى، حرام عليكي. تتفضلوا تاكلوا، مستنيين ايه؟ مستنيين حضرتك يا ماما. لا انا هاكل مع علي. لا احنا بقى مش هناكل الا اذا حضرتك قعدتي وكلتي معانا. يعني اسيب خالتكم تاكل لوحدها؟ ما هي طول عمرها بتاكل لوحدها. يو ما تاكلوا بقى، ما تفلقونيش. ايه
اتفضل يا بابا. شكرا. ايه؟ ما بتاكلوش ليه؟ ما تاكلوا. سعدية طباخة لا يعلى عليها. طب الحمد لله. أصلي كنت فاكرة أكل بتاع مصر أحسن. يا ابني وهتفضل تهرب من الكابتن كده لغاية إمتى؟ لغاية ما يزهق منك ويروح يكتب فيك تقرير زي الزفت؟ ما يقدرش. ليه بقى؟ لأنه اختار اللاعب الاحتياطي. كونه بقى دراعه اتكسر ده مش قضيتي. يا سلام. يا ابني إحنا طلبة هنا. مش زي عندكم في النادي. طلبة بس مش لعبة في ايديهم، يعني ما يحركوناش زي ما هم عايزين. طب ولو حصل؟ مش هيحصل، لو رشت بقى تكون اخر يوم ليا في الكلية. عندك حق. روح بقى خلي ابوك يفتح لك كلية على قدك. مروان. طب ما تزعلش قوي كده. هتتقمص ليه؟ اصلك عمال تهدد كده ومش همك أي حاجة. سكت ليه؟ من فضلكم أنا عاوز إجابة صريحة وواضحة. قولوا بقى هتختاروني أنا ولا تختاروا الفلوس؟ ها رحت فين؟ تفتكر يا مروان أنا لو مش غني كان ممكن أقف الموقف ده؟ بتسألني أنا؟ اسأل نفسك. سامح ممكن أسألك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحة؟ لا وكفاية أسئلة بقى، إحنا عاوزين نفكر هنعمل إيه؟ في إيه؟ في الجواز، إحنا بقالنا سنة مكتوب كتابنا، وأنا شكلي بقى وحش قوي. يا أخي مستعجل على إيه؟ هات أنت الشقة الأول، أكون أنا خلصت الكلية. تاني يا مها. بس اسمع سؤالي الأول. لا، لازم نحسم موضوع الشقة الأول، قدامك تلات عروض لازم تختاري منهم، وما تدوخناش بقى. اسمع سؤالي بقولك. السؤال ده ليه علاقة بالشقة؟ له علاقة بكل حاجة. وأنا مستعد. من غير زعل؟ قولي بقى. سامح أنا لو ما كنتش بنت حلمي بيه منظور كان ممكن نتقابل ونرتبط؟ إيه؟ سكت كده ليه؟ عشان بتسألي السؤال بشكل لطيف. يا مها أنا متجوزك علشانك أنتي مش عشان خاطر فلوس باباكي. مالك زعلت قوي كده؟ عشان السؤال ده في دماغك على طول وانت عارفة مشاعري بالنسبة لك. تضحكي ليه بقى؟ أصل السؤال ده بابا سألهن وكان فعلا بيتكلم جد بس معرفش ليه سألهن. أكيد حاسس إن حضرتك وإخواتك بتحبوا فلوس أكتر منه. المهم يعني إنك اتجوزتني أنا مش فلوسي، يعني لو بقيت فقيرة مش هتسيبه. ده قدرنا يا بنتي. مها منظور دي سامح بدران. شفتي؟ هند أنا عارف إن في كلام كتير قوي تقلك والكلام ده ممكن يخليكي تكرهيني. والحقيقة إيه؟ الحقيقة مش مهمة دلوقتي، وأنا مش جاي بعد السنين دي كلها عشان أدافع عن نفسي. أمال جاي ليه؟ أنا جاي عشان أسألك سؤال مهم جدا. هل وجودي معاك وكان في الفترة اللي فاتت دي أهم ولا فلوسي؟ يعني الاتنين مالهمش أهمية. يعني أنت لو اخترتي دلوقتي تختاري فلوسي ولا وجودي معاكو؟ لا ده ولا ده. أنت متأكدة؟ أيوة متأكدة. أنت عايز إيه؟ أنت عاوز إيه؟ اسمعي حضرتك عاوز إيه؟ أسفة أصل حضرتك ما ربتنيش بالطريقة اللي المفروض أكلم بيها حضرتك. معقولة يا وائل؟ يعني أنا هخسر صاحبي عشان خاطر بطولة؟
أنا آسف يا وليد، مش عارف والله إيه اللي خلاني أعمل كده. لو أنا ساعتها كنت جاي جري عشان أطمن عليك، لو أفهم بس إيه اللي دار في دماغك. أصل ساعتها أنا كنت متخيل إن أنت مبسوط للي حصل لي. هتبسط يا ابني عشان مصيبة حصلت لصاحبي؟ معقولة؟ وعشان إيه؟ حتة بطولة؟ أنت مالكش ذنب، المشكلة كانت فيا أنا. كنت متخيل إن البطولة دي هي اللي هتعمل لي توازن نفسي. أنا مش فاهم تفكيرك الغريب ده، يعني أنت مستني جايز عشان يحصل لك توازن نفسي؟ خلاص بقى يا وليد، ننسى اللي حصل ده كله، وأرجوك ما يكونش عندك أي زعل من ناحيتي. خلاص يا عم بقى انسى، ولا كأن حاجة حصلت. قول لي، عديت على تامر قبل ما تخرج؟ طبعًا. على فكرة بقى يا وليد، الولد ده إنسان كويس فعلًا. عشان تبقى تصدقني بس لما أقول لك. يا ترى هيخرج إمتى من المستشفى؟ هو احتمال بعد يومين. يومين؟ أتكل على الله أنا بقى. لا 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 لا، تروح فين؟ وتدخل الحمام زي خروج يا بطل ولا إيه؟ لا لا يا وليد، أنا مش عايز أتأخر عشان البيت، وأنت عارف القلق اليومين دول. مش هتمشي لما نتغدى سوا. لا لا، نتغدى ايه؟ لسه بدري. ايه على الغدا يا جدع؟ بدري ايه؟ ده احنا يا دوبك هنطلع فوق على طول. لا لا، ما تحرجنيش ارجوك يا وليد. احراج ايه بس اللي بتتكلم عليه؟ طب خلاص خليها مره ثانيه وهبقى اتغدى معاك. بقول لك ايه، طالما بتتكسف وعامل فيها حسيس قوي، اقعد وانا هطلع اجيب الاكل من فوق. اقعد. انا مش عايز منكم حاجه، ولا حتى مشاعر. مش عاوزكم تغيروا الافكار اللي في دماغكم، لاني مش مسؤول عن اللي بتفكروا فيه ولا عن رايكم فيه. احنا اسفين يا بابا، بس حضرتك مقدر ان اللي حصل ده احنا ملناش دخل بيه. عشان كده انا طالب منكم حاجه واحده بس، اننا ننسى الماضي. يمكن اكون انا عملت بعض الاخطاء. مش بقول لكم الكلام ده عشان تسامحوني او اي حاجة من دي، لاني مؤمن بحاجة هامة جدا، ان الواحد لازم ينسى الماضي عشان يبتدي بكرة بروح جديدة. مهما كان يا بابا، محدش يقدر ينسى الماضي بالسهولة دي ويرميه من ولا ظهره. عندك حق يا بنتي، انا يمكن مش هقدر اعوضكم عن العواطف والمشاعر والاحاسيس اللي كان لازم اديها لكم، لكن على الاقل أقدر أوفي بعض الدين اللي عليا. يا ماما، انت هتسيبيني كده اكلم روحي وانت قاعده تتفرجي على التلفزيون؟ ما هو مش ممكن يا نجوان، ما عادش في كلام بينا الا حلمي حلمي حلمي. مش عارفه يا ماما، خايفه قوي. خايفه من ايه يا بنتي؟ ما اعرفش، قلبي مقبوض كده وحاسه ان في حاجه هتحصل. ده انا يا بنتي اللي من يوم ما وافقتي على جوازك من الراجل ده وانا قلبي خايف عليكي. ليه بس يا ماما؟ ده حلمي طيب قوي. المشكلة مش في طيبته، لكن شوفي عامل فيكي ايه؟ الفلوس دي كلها ومخليكي حزينة ومهمومة. يا ماما حلمي حساس وفاهم كويس قوي انه لولا فلوسه انا ما كنتش اتجوزته. وهو يسوى ايه من غير فلوسه؟ ما تبقيش قاسية يا ماما. يا خسارة، واحدة زيك كان زمانها متجوزة وزير ولا سفير ولا واحد في السلك الدبلوماسي، مش واحد ما عندوش شهادات خالص. يا ماما الشهادات مالية الدنيا، وبعدين أنا كنت أحلم أتجوز رئيس الشركة اللي أنا كنت راح أشتغل فيها زي أي واحدة. أنت مش أي واحدة، أنت خريجة أداب فرنساوي، يعني ممكن تشتغلي في أي حتة. ومعارف أبوك الله يرحمه كتير، وأنت عارفة كده كويس. معارف إيه يا ماما؟ كل اللي كان بيعرفهم هاجروا من الستينات قبل هو حتى ما يتوفى.
ما هو لو فضلت تجيبي في سيرة حلمي ده أنا كمان ههاجر زيهم وأسيب البلد وأمشي، أنا خلاص زهقت. مالك بتبصيلي كده ليه؟ سيبيني أكمل الفيلم. فكرك بكده هتشتري البنات؟ فلوسك هتخليهم ينسوا سنين التعب والبهدلة والحرمان؟ أبداً يا سعدية، بس السنين دي، سنين البعاد دي، مش أنا السبب الوحيد فيها، أنت كمان ساعدتيني عليها. أنا؟ ليه بقى؟ هجيت وسبتك معاهم؟ أنا مش جاي أحاسبك ولا عاوز أفتح في كلام قديم. كفاية اللي كنت بتعملوه فيا أنت وأختك وأمك الله يرحمها. أنا إيه اللي خلاني أبعد؟ ما فكرش حتى إني أشوفكم. النكد اليومي اللي كنت بشوفه في البيت ده بقيت أخاف أجي أسمع كلمة في جدتي بدون مناسبة. أنا غلطان صحيح في حاجات كتير، بس مش معنى كده إني ما لاقيش هنا غير التعذيب عمال على بطال. إحنا حلمي؟ إحنا كده؟ مادام بقيت غني ابقى نصاب وحرام، مادام اتجوزت عليكي ابقى مفتري وضلالي، مادام في فلوس تبقى فلوس ملوثه وحرام، لما كنت معاكوا هنا والحال واقف ابقى عالة وضيعت مصلحتكوا وخربت البيت. على طول اتهامات انتي واختك والعيله كلها. بعد وفاه المعلم عبده الله يرحمه وجوازنا بقى الكل بيحسسني انه اشتراني وان المفروض اوطي راسي في الرايحه والجايه، رغم ان شغلي اللي كنت بعمله بما يرضي الله. مين اللي دافع عنك لما بدات تلعب بديلك وتشتغل من الباطل؟ مين اللي وقف معاك ودرى عيوبك وافعالك ومصايبك؟ ما علينا، انا هفضل في نظرك كده مهما عملت. حتى البنات طلعوا زي عيلتكم بالظبط، نصبين المشانق لكل اللي حواليهم. انا ما كنتش عاوز اتكلم الكلام ده، لكن انت اللي خليتيني اطلع اللي جوايا. انا اسف لو كنت ضايقتك. سعدية، انت ليكي حقوق من زمان طول عمرك بترفضيها لانك شايفه ان فلوسي كلها حرام، وانت كده بتظلميني وبتظلمي نفسك. ده حقك انت وعليا، مش حرام. مش حرام يا سعدية صدقيني، لو حرام ربنا اللي هيحاسبني عليه. كفاية عنده تضييع في عمرك، كفاية تضيع عمرك في أوهام وزنون. أوهام وزنون؟ جاي بعد العمر ده كله يا حلم بيه تطلعني أنا الغلطانة؟ أنا اللي قاسية ومفترية وظالمة، وأنت يا حرام المسكين اللي الكل واقف ضدك. يا سعدية، أنا مش عاوز أقلب في اللي فات. طبعاً لازم تخاف، لأن اللي فات مليان بلاوي، أنت عارفها كويس. عموماً أنا خدت على ظلمك ليا، بقى شيء منتظر في البيت ده. بطل بقى النغمة اللي ممكن تضحك بيها على أي حد في الدنيا إلا أنا. جايز بناتك يكونوا محتاجين الفلوس اللي جاي تشتريهم بيها، إنما لو وافقوا إنهم ياخدوها مش هتقدر أنت تاخد منهم حاجة. وانا مش عاوز منهم حاجة. امال جاي ليه؟ تاني انا مش عارف انت عاوزة تثبتي لنفسك ايه بعد العمر ده كله. حسابنا عند ربنا يا سعدية، انتصارك عليا او هزيمتك كل ده ليك انت، انما البنات ذنبهم ايه يشربوا المر ده طول عمرهم؟ انت اللي بتسأل على ذنبهم دلوقتي؟ كام مرة جيت لك قبل كده بهدلتيني وعملت فيا اللي ما يعمل لحد ما خلتيني انساكوا خالص. نهايته عايز ايه دلوقتي يا حلمي؟